اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوزو نهاركم مزيان. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد اللايف مغربي، صراحه فيديو جد رائع اخوتي الاعزاء، كيستحق المشاهده. واحد المغربي طرح واحد السؤال على واحد الجزائري وقال له: ماذا استفاد الشعب الجزائري من دعم الجزائر للبوليزاريو؟ إذن الجزائر دائما كتمول البوليزاريو بفلوس اللي هي كبيره، ولكن الجزائريين ما كيقدروش يجاوبوا على هذا السؤال كيف ما غادي نسمعوا في هذا المباشر. هذا الجزائري منين طرحوا عليه المغاربه هذا السؤال بقى غير كيدور ما لقى ما يقول. المهم خوتي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم نتوما اللي غادي تفرجوا وتعطيوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي الاعزاء بلايك والبارطاج لهذا الفيديو هذا باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. دابا كثرنا من بحال بغا تقولوا البكاء على الاطلال، ديما نشرحوا لهم هادي من هنا العثمانيين كذا وكذا، جا فلان ما جا فلان، هادي من هنا بزاف هادشي. دابا حنا نهضروا في الحاضر، خلينا حنا من الجزائر ولا من المغرب ولا ماذا قدم نظامك لك كجزائري وما قدم لي نظامي كمغربي، نقارن بنيتك التحتيه تنمية عندك. ماذا عندك انت في الجزائر؟ استاذ عطلات خويا موضوع هذاك الموضوع، هذاك اخر. بغينا نعرفوا حنا الجزائريين اللي كيدافعوا على هذا التقرير المصير. لم تقدم الجزائر، قدمت للبوليزاريو اكثر ما قدمت للشعب الجزائري، وهذا الاخ الجزائري يعيش جيدا وليست له الشجاعة بأن يصرح ويقول بأن نظامي يسرقني ويمول ويسلح جماعة إرهابية منفصلة تقصف المغرب من أراضي جزائرية. ليست له الشجاعة. أنا أعرف هذا غرينغو، هذا قبائلي، كنعرفو، هذا طالع معنا في لايفات عند برامو وكل شيء، كنعرفو مليح. ما عندهم الشجاعة صاحبي، يعرف جيدا بأنه يسرق من نظام وظفته فرنسا. المشكل الكبير اللي عندنا احنا مش مع حتى النظام الجزائري حقيقة، مع فرنسا. فرنسا تريد، فرنسا غير معترفة بأن المغرب أمس ليس هو مغرب اليوم. المغرب اكتسح إفريقيا بإنجازاته، باقتصاده، بسياسته، بدبلوماسيته، منذ أن اعتلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله العرش من 99 إلى الآن. نتحداه ولو عنده بنك جزائري في إفريقيا أو في العالم. الأبلاك المغربية اكتسحت إفريقيا، الاقتصاد المغربي اكتسح إفريقيا. هادو ناس كيغطيو الشمس بالغربال، الله يحسن العون، الله يكون في عونهم. ساكن الجزائريين يعرفون الحقيقة لكن ما عندهمش الشجاعة. لو يتكلم يدخلوه الحبس، يمشي للحبس هو لو يتكلم، يقول لهم راكم سرقتوني وديتوا لي رزقي وتمدوه للبوليزاريو. ما عندوش شجاعة، ما عندوش شجاعة، وشعبه يموت بالجوع والطوابير، وليس هناك حليب ولا سميد ولا زيت. والماء يا أخي، الماء مازال في دولة ضاربة وقوة. الماء 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 بلاسيترن تاع الكاميون يفرقوا عليهم باليومين، باليومين الماء الصالح للشرب. وهناك فيديوهات، انا لا اكذب، فيديوهات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله الان المواقع التواصل الاجتماعي فيها كل شيء. هذا قاعد يخرط علينا حنا. شكرا اخي، الفكره راه وصلت الى بغي يستوعبها. تفضل اخويا هشام. بالنسبه اخويا رشيد، السؤال ديالك اللي ما شنو ماذا ربحت الجزائر من البوليزاريو، هي في الحقيقه سؤال واضح الاجابه ديالو. خسرت التقديرات اللي تيقولوا من فهاد طيله فهاد 47 عام تقريبا شي 400 وما بين 450 مليار دولار حتى 500 مليار دولار. ولكن في الحقيقه السؤال الحقيقي اللي خصو يتطرح، لماذا الجزائر تدعم؟ ما هي الاسباب اللي جعلتها تدعم البوليزاريو؟ باش حتى المغاربه يفهموا والجزائريين يفهموا الاسباب الحقيقيه. لان كما قال واحد الاخ ديال القبيله، تنشوفوا حنا دابا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي، وربما هذيك الخساره هي اللي جعلتها مازال متشبته في الوقت الحالي.
الحالي اوروبا مع ديك الخساره هي اللي علاش مازال متشبته. ايوا تفضل. واه خويا السلام عليكم. شوف نحاول باسكو كانت تدخلات كثيره نحاول نجاوب على اكثر. شوف خويا غريغو شوف تدخلات ورجع لنا صلب السؤال. ماذا استفادت الجزائر من البوليزاري؟ ماشي مشكل ما نطولش بزاف. شوف الفرق بين الاياله والولايه، الولايه هي تابعيه تامه للحكم المركزي. يا خويا واش جاب الاياله والولايه البوليزاريو؟ رجع لنا الصلب الموضوع يا اخي، رانا كنقاطعك هما خليهم اغنيكو اللي دخلوا كاع حكم. وانا ما خليتهم يا اغنيكو معليش معليش اغنيكو يرحم لك الوالدين يا اغنيكو. انا حبستهم قلت لهم رجعوا لنا الصلب الموضوع يا خويا اغنيكو. لا ما حبستهمش معليش ماشي مشكل يا خويا راني حبستهم اودي استغفر الله العظيم في هذه العشيه. تفضل. ماشي مشكله اخي. شوف الجزائر لقات روحها في هذه القضيه مجبره، ماشي كانش اختيار ديجا بحكم الحدود والجغرافيا، وثانيك بحكم انها دعيت لهذه الازمه، دعيت من المحكمه الدوليه، وفي قمة نواظيبو كانت قمة ثلاثية لتسيير القضية حتى خروج الاستعمار الفرنسي من 73 ل 75. ال 75 كما يقول لك ذات كل التكهنات، الحسن الثاني اقتحم الصحراء الغربية بمسيرة خضراء واقتسمها هو ولد الدادة، كان اتفاق مدريد يقضي على الاحتساب. انت اعطيني الاستفادة، انت اللي استفدت، انت كشعب جزائري ولا كحكومة اشنو استفدت؟ انا في كوميسارية بوليس معليش اخويا. واش استفدنا احنا السؤال احنا كنسألوا فيه حتى المغاربة يا خويا يا خويا. واش استفدنا احنا الجزائريين؟ دوك نجاوبك واش استفدنا. هذا القضية هذه ما استفاد منها حتى واحد، لا الجزائر لا المغرب لا حتى الصحراويين. القضية هذه راهي تخسر المنطقة مليارات الدولارات في التعاون التجاري والمغرب، وهي اللي راهي حبست المغرب العربي الكبير. وهذه القضية هذه ما على بالناش الحل تاعها أمام تعنث السلطات المغربية، وثانيك تعنث الصحراويين والجزائر. نعم الجزائري اللي هز زميل في واحد وتدور به وتعطي فيه الاموال الرشاوة. الجزائر ما خبر لم تخفي ابدا. خسرت العلاقة مع اسبانيا قبل. نعم الجزائر العكس، الجزائر لم تخفي ابدا انها تعاون الصحراء الغربية، ما خفتهاش هذه، وعلاش تجهر بها حتى القمة مع الروس تبون هضر على الملف الليبي وهضر على الملف فلسطين وهضر على ملف الصحراء الغربية، وهذه ما الجزائر ما عندها شعر باش تخبي هذه القضية. وغدر ان شاء الله كي المغرب يهز الملفات ديال القبائل وديال الازواد وديال. ما يقدرش اخي، ماشي يد المغرب هذه، ماشي هذه القضيه. لا ما يقدر. هذه القضايا تطرح في الامم المتحده في لوني، انت واش عندكم بوفوار باش تطرح في لوني؟ انت شكون؟ اصحاب القضيه هما اللي يطرحوا اذا كانوا القبائل حابين ينفصلوا. واخا القبائل طرح الملف لما طرحوش الرامسية ودخلوا بور أول مرة، دخلوا الأروقة الأمم المتحدة وطرحوا الملف، مازال ما جاش حتى مرحلة اللجنة الرابعة من تصفية الاستعمار. إذا كلا صابوا هذاك الوقت باش نتكلموا على هذا الشيء، كيزيد نسموه بوزيد. كاين 17 قضية في الأمم المتحدة اللي هي تصفية الاستعمار، منهم الصحراء الغربية، ولكن أبدا كان منطقة القبائل ماهيش قضية. لا كاينه وغادي تخرج في هاد الشهرين. هاي بروفي لي دوك بلي كاينه قدام الناس كاع اللي هم في الكاست لهنايا. دوك ما نهضروش باش نهضروا، راهم يحاولوا. ونزيد نفهمك حاجه، الماك بذاته انا قبيليه، الماك بذاته ما عنده حتى دعم في منطقه القبائل. ونزيد لك حاجه، الكاتور جوا خرجوا، شحال خرجوا يا ربي 100 واحد، ما عندهمش دعم، ما راه اصلا هما ماشي. انتوما غنيغو في اخر خرجه خرجتوا كدعموا بوليزاريو، شنا بوليزاريو 10 وكاينه مع 100 جزائري، كيفاش داير اللي كاع وليتوا بوليزاريو؟ اسبانيا شحال شفت بوليزاريو؟ الصحراويين ما يعيشوش في فرنسا، شفت كيلو في اسبانيا شحال منهم؟ خوتي العزاز الفيديو ديال اليوم هذا، شكرا لكم بزاف، سمحنا لكم وطولنا لكم. الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم اصدقائي العزاز، اشتركوا وفعلوا جرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. مدى بكم اصدقائي العزاز، تعطونا الاراء ديالكم في قناه التعليقات وتقولوا لي كيفاش جاكم المغاربه في هذا الجزائري. المهم خوتي العزاز ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.